السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا لنهار اليوم لو كوغلوف، سي اون بريوش الزاسيان. اون باس تو سويت اوز انغريديون. بالنسبة للمقادير راهم بالتفصيل في صندوق الوصف. لي في جو في فو ليسي لي انغريديون سور لا بار دانفو، الوغ نيزيتي با اجوتي ان كو دوي. اول حاجه راح نديروها ماء دافئ زائد فانيليا، نرميو فيه هذاك الزبيب، نخليوه يشرب مليح هذاك الماء بالفانيليا حتى لاخر الوصفه راح نستعملوه. ثاني حاجه راح نديرو هذاك الحليب الدافئ ونديرو فيه الخميره باش تخمر مليح، نخليوها مده 10 دقائق حتى تتفاعل معه. ثالث حاجه راح نجيبو جميع المواد الناشفه، النواشف يعني الفرينه، السكر، قرصه ملح، الفانيليا، ونخلطوهم مليح ونديرو ان ترو في الوسط ونحطو فيه البيض، يعني صفار البيض والبيضة الكاملة زائد الحليب مع الخميرة، ونديرو لو بيترين تاعنا يدور. لي في لا بروميير ايتاب سي دو فير ماسيغي لي غيزان سيك دون دو لو شود ميلونجي افيك دو لا فاني. لا دوزيام ايتاب سي دو فير ميلونجي اوسي لو لي تياد افيك دو لا ليفور اي ليسي ا كوتي 2 مينوت. لا تروزيام ايتاب سي دو فير ميلونجي تو لي انغريديون سيك بي كروزي ان ترو اي اجوتي لي زو لو لي اي ميلونجي جوسكا اوبتونير سيت تيكستور. في هذه المرحله راح نزيدو الزبيب زائد الزبده اللي ضروري لازم تكون اون بوماد. دون سيت ايتاب اون فاجوتي لي غيزان ترومبي دون لو بلس لو بور ا تمبيراتور امبيونت اون بوماد سي نيسيسار اي سي لا تيكستور فينال كون فا اوبتونير. لازم تكون تتلاصق، il faut que le mélange soit collant سي نيسيسار، il faut pas qu'il soit ferme، ما لازمش يكون قاصح، لازم تكون هكا تتلصق في اليدين. نديروه في دون ان بول ونخليوه يختمر مده ساعه ونص، اون لاس اون اور اي دمي، اون لاس لو ميلونج سو روبوزي اون اور اي دمي. وهذا هو لو بلا اللي راح يدخل للفور تاعنا، يعني ضروري لازم يكون هذا النوع تاع لي بلا. ندهنوه مليح ونرشو فيه كومون سا سابيل لي زامون دي فيلي بهذا الشكل. On doit beurrer le plat qui doit entrer au four et on met les amandes effilées. On fait coller les amandes effilées et en bas de moule, on va décorer avec des amandes de cette façon. En fait, c'est facultatif les amandes effilées. Le nécessaire, c'est les amandes en bas qu'on est en train de décorer avec là. بعد مرور ساعة ونصف هذا هو الشكل تاع العجينة تاعنا. لازم تكون تتلاصق، راح نسيو كيفاش نفشوها ونديروها في لو بلا بطريقة عشوائية، يعني ما لازمش خاطرش ما راحش تقدروا ترفدوها بيديكم. راح تقسموا العجينة على اثنان وتبلاصيوها، يعني المهم تسيو كيفاش تيكيليبريو. ابخي اون اور اي دمي دو روبو on va dégazer la pâte et la mettre au moule ou bien le plat qui va rentrer au four. Elle va être un peu collante et difficile à manipuler, mais l'essentiel, essayez de faire un équilibre. Et à l'aide d'une cuillère, on va étaler comme ça sans presser. Et on va laisser reposer pour la deuxième fois pendant 45 minutes. يعني بعد هاد المرحله تعاودوا تخليوها تريح تختمر للمره الثانيه مده 45 دقيقه. شوفوا معايا لاباط كيفاش غونفلات، على دوبلي لو فوليوم. هاد المرحله الفور تاعنا رايح مع 180 درجه، شعلت عليه من تحت فقط. كي تطلع كي تشوفوها طلعت وما بقالهاش بزاف وطيب، شالوا عليها من فوق باش تتحمر. يعني ما راكوش بحال، خليوها شويه تبرد ومن بعد ديموليوها، راح تخرج معكم من البلا بكل سهوله لانه العجينه يعني غنيه بالزبده، ما راحش تلصق معكم في البلا. لي في الفور ا ايتي بريشوفي ا 180 دغري، جي الومي ان با اي 10 مينوت افون لا فان دو كويسون جي الومي اون هو اوسي بور افوار لا كولور دوري.
pour démouler le cake, ça va pas être difficile parce que la brioche elle est riche en beurre, donc ça va se démouler facilement comme vous voyez. بالنسبة لطريقة التزيين راهي سهلة، نخليوه يبرد تماما ثم نرش عليه السكر غلاس بهذه الطريقة الموضحة على الفيديو. Les filles, pour la décoration, c'est facile. Laissez bien refroidir la brioche, puis saupoudrez cette dernière avec le sucre glace d'une façon généreuse. Et bon, et après c'est bon, il est prêt à déguster. Au fait, après la vidéo, نتمنى تجربوا الوصفة تاع نهار اليوم وبارتاجوها مع الأصدقاء والأحباب وما تنساوش تابونيو في القناة صوفيا سكيتشن مطبخ صوفيا والسلام عليكم ورحمة الله.